السلام عليكم، كيفك اختي؟ تمام الحمد لله. كيف صحتك؟ ماشي. شو السبب اللي خلاكم تيجي لهون؟ والله الامن، الامن شو اني بلاديها اذا بدنا نطلع الحاجه صار النسوان والشباب والاولاد هاويتكم. انت وين هلا موجوده؟ انا موجوده هون بخبري خبر الجوز. طيب ليش انت اعتريت خبري الجوز؟ من سبب الامن، جوزي مطلوب. قرية خلت الجوز فيها قصر؟ لا ما فيها، متحرر الحمد لله. كيف الوضع بالقرية؟ من ناحية المساعدات؟ مين ما تشد ايدك ابدا ابدا. المساعدات قليلة؟ قليلة كثير، تخيل اني هيدا الكيس في 10 حبات عطون، علبة مربى، علبة جبنة، علبة زبدة، فرقة شوكولاتة. لكن لشخص واحد، هلا مثل انا مرضعة، انا بتأديني هالوجبة هيدا لأم بترضى؟ هاي الوجبة بتأديها لأم بترضى؟ ما بتأدينا، هاي قنية الحل المي، أنا ما بشربها مشان أمي بقول لي إياها لأبني قنية حليب. هيدا هو كل الأكل عم يجينا. طيب حدا زاركم لهون مثلا لجان حقوق إنسان أو لا لا لا, لا 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 أبدا أبدا ما حدا عم يجي لعنا. شو بتطلبي أنت؟ شو بتطلبي من الدول؟ شو بتطلبي من المنظمات؟ بدنا حفوضة، بدنا بطانية، بدنا حليب، بدنا غطا. هلا في كثير عالم بيوتها محروقة ما عندها شيء تنام عليه، نحن ما عندنا، بدنا حصر، بدنا مواد غذائية. مثل اللحمة قلنا قديش ما دقناها، الفروج ما عم ندوقه، كل شيء ما في أصلا نشتري مصاري، ما في مادة. طيب هلا إجى الشتاء. ما عندنا حطب ما عندنا. نشتري حق اللي طلعنا 2500 ما أنا موجودة. شو بدنا نسوي؟ طيب الله يسلمك. الحمد لله، شو ما بنعمل هيك الحمد لله، إن شاء الله بنصير قريب. إن شاء الله.